اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان. صباح الخير، صباح النور، كل على حسب توقيت. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. طبعا يا اخوان جاي اخذ حبهب، ابوي يقول اذا ميه حمراء والله لا الط، فتكفى يا ابو احمد. تسلم. طبعا يا اخوان جاي اخذ حبهب، طبعا يا اخوان اخترت هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ألف تلريوم مبروك عودتك بالحصانة يا سعود علوش. حصانة في البرايمات يا سعود، مبروك العودة. ألف تلريوم مبروك. السلام عليكم. في سكر يا حبيبي؟ سكر سكر. نشتري منك ما يخالف. أنا ما أبي سكر ترى. أحب الشاي بدون سكر. وإن كان ارحم ارحم يا عيال أنا نشبت، أنقذوني أنا نشبت يا أخوان، أنا نشبت، أبي أجيكم، نشبت أنا. أنا كيف أنزل؟ لا تنزل. يا بعد الأرض بعد الله، يا بعد الأرض بعد الله، لا يحييه فلا لا يدري. رجلي الله لا يوفق الشيطان. هات رجلك، هات رجلك. أخر أخر وراك، أخر وراك. زين زين. أخر وراك. لا والله. سلمه. الله لا يحييه. هات رجلك. مرحبا. قاعد معهم. مرحبا. ارحب. اقعد. ارحب ارحب. انت انت بسرعه جاب عرض ما يبيهم يدرون. انا شمع عيبك بتخش. يلا يا جماعه الله يخليك. الله يخليك. هك هك هك. كم انقص؟ واحد. كم انقص؟ كم انقص؟ خذ. كم انقص؟ هك خذ. كم انقص؟ هك يا ولد، هك يا ولد. كم انقص؟ هك. والله انت كرمه يا رب. خذ خذ خذ. هاك هاك. عبد الله حي والله يا العين يا ابو سيف يا لبيه حبيبي. الله لا يهينك. الله يجود. انا اعرف انعمكم. انا اقول ان تركي يوم هدانا الحيان داري انه بيجمل. انا اشهد انه وافي. نعم. وجاي بيفد على. جعلني مع دمكم. لا والله كل بيمناه وجعلني مع دمكم. اقول والله والله ما والله ما جي من بعدكم. اي والله. والله وجهك. مهما جبت والله ما جي من بعد. معلوميه انه ما يطلع.
ولا يرجع الا مع اغلى. في معلومية ثانية يا اخوان، والله ما طلعت الا ما يجيكم اناسة، جاكم حلاق، جاكم مغسلة، طلعتي لولا، جاكم مضغوط. يا اخي خليني اطلع كل اسبوع. ومجيك ذاك جاء اقدامي وجاء حتى قبلها جاي مجيك جاب العسل. جاء الربي طلع، تبون عاد العلم؟ تبون عاد العلم؟ خليني كل اسبوع اظهر. لا عشان تطلع عندكم محلات. خلاص خلاص خلاص. وين العيال؟ مرحبا والله يا رجل. والله مرحبا والله يا منى، كنا محزنين. لا لا والله كنا محزنين، لكن بيض الله وجهكم. لا شوف العيشه والله ما ودنا ود اللي الاندوم يقطعها. ليه يبون العيال يا اخي؟ والله العيال يبونها يا اخوي، وش تبين اسوي؟ خلي ياكلون مكرونه. وين العيال؟ والله يقومون كلهم، وينهم؟ ما تشيله، تعال فوز بن علمان عشانك. هذا ايش فيك انت؟ اللي وراك من حمود؟ ايه والله يقوم، كلهم يقومون. صح هذه المغسلة. وين توديه داخل؟ هذه المغسلة عندنا. ما هي 24 ساعة نوم. عندنا غسيل وتنشيل. 24 ساعة نوم. ناحي. يقوم من النوم، قوم من النوم. 24 ساعة نوم. عندنا غسيل وتنشيل. لا ما في. اجلس. لا 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 صب صب صب. ما يعرف لك الا الناس. ما عليك ما عليك. في تنشيف في تنشيف، نشف نشف نشف. نشف له نشف. صب صب صب. بسم الله عليه بسم الله عليه. بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك الرحمن الرحيم. باقي باقي شوي باقي راسه راسه راسه. لا 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 هك 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 تنشيف تنشيف. اهم شيء التنشيف. تعال تعال تركي. يا وين منك وين؟ ليش ترقدون؟ ثلاث ايام نوم ما في ازعاج. ليه؟ ما انا ما في ازعاج. انا ازعجت. ركب زين ان شاء الله. ثمانية تسعة عشرة. كم باقي انتو؟ كيف انت ما باركت؟ ها؟ كم باقي انتو؟ ها؟ انت ما باركت لي على السله. اداري انك طرحت وضيعته. يا اخو حط باتكس اسمع. ما شاء الله تبارك الرحمن. طلعت قلت طالعين 15 واحد. مبسوطين؟ مبسوطين صح؟ صرصور الليل اول مرة اسمع. والله العظيم ما عدت اسمع بعد الله سبحانه وتعالى. ما اللي باقي؟ كم باقي يا عيال؟ باقي اتوقع اربعة خمسة. اربعة خمسة؟ بعلمكم ابي استنى حتى بعلمك ليش طلبت بيني وبينكم. انت وش ما سويته؟ والله هذا صار بس سلطان رديت القضاء. ها سجنت ولد ابو سلطان؟ سجنت انت ولد ابو سلطان؟ ولد ابو سلطان صغير انت سجنته؟ سويت له فخ يعني ولده؟ نفسي حق بعثه تبي ما حد يسمع يقول سجن ولد ابو سلطان. ما حد يدري والله ما حد يدري بس يدري. يعني عن جاينا الحين وهو في المخزن. لا لا جيت فتحت. طال خليته. خلني اعلمك ان فتحنا ورع. ما بكى. ورع مبسوط على ايش سوى؟ ما يدري. المشكله اللي فتح ابوه. بعدين جاني تهديد. يعني مو بس اللي طلعت انت؟ لا. ليتك انت اللي طلعته وسكت. ابوه. انا كان بطلع بس ابوه سبقني يعني. صوروا ما تدري في ناحيه سجن ولد ابو سلطان في المخزن حق بيته. صحيح ما تشوف انه فتح الباب. يا ليت انت اللي فتحته. هم ابو سلطان انت مبسوطين عشان هذا طرحنا صح؟ لا مبسوطين. لا 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 بس لا 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 انا ما احس انك بتستبعد من البرنامج، احس انك بتستبعد من على وجه الارض. بس انا اعلمكم تمار بيض الله وجهها وجهها. تعال تعال فين؟ شاب كلمة حقت البلحق. غير تعال تعال لك عطى شاب كلبل. شاب كلبل مع العلف. لا ما زلت العلف شلك.
لا ما مو يتسلق انا سولف تعال سولف سجن ولا سجن ترى ما حد نايس سلطان سلطان يا مسلم اسمع يا اخوان كل رحت جيت سجن سلطان ورد سلطان يا عيال انا صحيت انا صحيت صحيت طلبه والله لا صحي ارقد ارقد تويتر ارقد ارقد زين القهوه والشاي واقعد وبرادي راقدين للحين ايش عطنا الحركات اللي متعلمها يلا من اللي هزم الثاني منكم يلا بسرعه يلا حرك ايوه ايوه حرك ذن اجل علي كافو عليك شكف عليك ريان اهل العقول في راحه اي والله راحن بالحرقه اخ 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 قول 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 اخ 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 شنو وراك شو العيون شو عيونه صارت اللحظة اللي ما الله ماني أبغاها يا صاحبي ودعتكم الله وجعل ربي يطول عمركم ويجمل حالكم عادي ما يمصل عادي برهن عادي بتل عن الجدف أنا وياه لا إله إلا هو ودنا أنك زاد قاعد تسمعنا جعل ربي يطول عمرك أخفوك وشرب العوض وافين وانت والعوض والله العظيم والله العظيم ثم والله لقينا الكرامة والاستقبال الطيب والوناشة والله لا يهينكم ويجمل حالكم عبد الله العادة أوصيك على من؟ على ريان الله يطول عمرك توصني على عمري انا توصني على ريان بعدك جعل ربي يوفقكم يا حماك والله يحفظكم ايش كوني انا مصور بالاماميه ابغى اجيكم تظهر الله يوفقكم الغالي ودعت الغالي الله يحفظك انت تركب السيارة عادني ابغاك انت الوقاع جعل ربي يحفظك يا ولد ودعتك الله ولا اني بجايك ولا حد بداري ايش اللي حاصل الله يحفظك الله يجعلها ستاير الله يحفظك ودعتك الله ودعتك الله يقول فيه على اللي من الفرحة يخيب الناقة والقصيدة وياها لا ترسل واحد وما تاخذ شوره ليالي عايق انا السلام عليكم الله يصبحكم بالخير وقواكم الله باتجاه طلاب المدارس الله يبارك فيهم ان شاء الله والله يوفقنا وياكم وكل اللي ارشل بخصوص حشر الفهات فحشر الله يوفقه ان شاء الله ويجمل حاله بداية خير الله وهذه بداية الانطلاقة وقد وخابر أبو حمد العلوم كلها وقد بيني وبينها وصل جمل الله حالكم وشاكرين لكم الاهتمام الله يسعدكم يجمل حالكم يا طبعا هذول طلاب المدارس الشيخ سالم والشيخ فيصل أهلا وسهلا كيف الحال؟ مساكم طيبين؟ كيف الدراسة معكم اليوم؟ الله ربك أسلم لك 98 لازم لا تنقص درجة والله هنا أنا بعد عن كل الرجال يدرس يطلب الله يجتهد ما تسوي مثلي مثلي أنا الله ما الله الرجال ما حد مثلي من الدراسة أنت بهم ليش؟ بالحفظة ما نطيبيها هذا يعلمنا بالدليل الله يوفقكم إن شاء الله يحفظكم ويبارك فيكم ودي والله أسوي لهم شيء لكن تحبهم ولا لا؟ اي والله ما نحبهم. هاي عزيز. تحب ود ابو محمد، روح روح. تحبهم ولا لا؟ المرة الثالثة، شفت ترى الثالثة ثابتة. يلا نحبهم عشان التوصيل بس. عشان ايش؟ عشان شو اسمه مشاهدات. ايش دخل بس. بارك فيك يصلحك. وانت يا فيصل؟ انا اموت فيهم واموت فيك. الله يصلحك يبارك فيك ان شاء الله. هذول اعواننا المستقبل. طبعا ايش طموحك يا شاء
الله. انا ان شاء الله عندي قد الايفنت ليش معنا الله يوفق باذن الله. شوف شو الاشياء من عرب وانت شو انت مالي طموح. ابى تشوف بتشوف مالي طموح ابى تشوف اللي بيطلع ان شاء الله. يلا يلا بنشوف الرجال يقول بنشوف بنشوف يلا بننتظرك. طبعا ابوي جعلنا بعد لو سيك لنا يجيك ان شاء الله الله حاشو وان شاء الله يوم الاربعاء والخميس لك مفاجاه ان شاء الله. والله يوفقك. طبعا هذا الشيخ مذبح. مرحبا. ايش حالك؟ لا لا ما تبي طاطا وين سلموا سلفهم عليهم اقول ايش حالكم الله يحييهم ايش حالكم الله يحييهم ارفع صوتك ايش حالكم الله ضيعتنا خلاص يلا ناس ها يلا ارفع صوتك ها ايش حالكم عساكم طيبين ايه مرحبا والله وما شاء الله يبون قصيده بسرعه يقول لا لا ما تضيعها انك مره سلام سلام يا بطل خوينا ما ينحقر في حضوره ممثل هالطائر يتمسها عصانا نزعل اذا شفنا شيء يجرح شعوره حنا ما نظل هينا لخويانا واذا زعلنا ما لها بخطوره حتى بين قوي يا كفو واضح الله يوفقك يلا انكس بيض وجهه بيض الله وجهك يلومني فيك ابو محمد بيض الله وجهك تعش تعش افتغل لك اربعة ايام ما كليت صادق ودي رب كرامه لكن تكرم جعلني قبلك تكرم اللي قايم من الواجب الله يوفقك يبارك فيك يا سلام سباح الولد لا مضبوط اسكت ابو شبوح النيا خذني برومان السلام عليكم طهور لاباس كيف الحال الله يعافيك طيب لا 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 ما عليك افتدي لا لا فلدرس مرحبا يا ابو درع مرحبا ملايين الله يطول عمرك الله يسلمك جعلنا بكره اقول الحمد لله على السلامه اليوم يحييك الشاهي والمبسط الله يحييك ابو درع رايح جعلنا الدراسه رايح ناخذ لنا تمشي انا ابو صالح جعلها يسلم ويطول عمرك ومغذيات والشغل هم تمشي طبعا المرافق اخوي مشعل جعلني في دراسه الله بيض الله وجهك وجهك جاب المخده يا سلام ما شاء الله تبارك الله يا رب اشوف السيل زلنا في ذا الوادي للسيل يمشي ما شاء الله تبارك الله شوف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بارك هلا يومك ما تنزل معنا يا مسيل له جاسم في الموتر مع العيال سيل وليل وخير والله هذه منازلين واستأنسنا اروح لك معنا والله انا بالسيارة عشان اشوف جاسم مع العيال في السيارة تقعد فاهم ادري مو برد عليك احسن ليش ما تروح السيل يا ولد بالليل وين تروح السلام عليكم قطعنا منكم صح انقطعنا من سنابات صح؟ بتشوفون انه في ذا ابو علي بيض الله وجهك يا ابو علي بيض الله وجهك وجهك عليك والله تسلم بارك
روهم روهم ثوبك بالله وشيفتك والله العظيم شوفوا يا ريت شوفوا بالله بالله ذا آدمي ذا قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قسم يدك بيض راح وجهك خلها على دي اشهد بالله انا اصور خيال مرحبا ومسهلا اشنافي فرجنا صح نشبنا اقول لحظه مساء كم لحظه قسما بالله على توني مصلي الفجر انه كان على طريق السري ولا في شيء قال هو لفوا 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 لفينا لف يا سالته وقلت له انا ما ادري ايش قدامي اروح ولا لا قال مبارك خلها بالاول وروح وش قلت انا ساعه مشى قال وش قلت لحاج توقف وقف اقسم بالله هو اللي قال لفوا بس رجع اسالك وش قلت انا حازم ابو علي ابو هذا امانه حازم قلت انا ما اشوف الخط قدام طيب قل لا اله الا الله انت مقطع حق انا قلت ميتكم لفوا صح بعد ايش قلت ميتك هنا توقف وقف صادق والله قلت وقف قلت ميتك وقف صح من اللي قال ميتك راح خلها بالاول ركز خلها بالاول النصيب الموتر ما عاد وقف زحلق في الطين عطها الاول ودز المقدر ما ينفع كلام الحين وكنا بنبي نصور لكم هناك كان في سيول وانت تمشي صح لكن 36 لا اله الا الله طبعا الربع جت حراسه تسحب يا الله وجيهم شركهم طلعنا لا اله الا الله كل العالم جو يساعدونا حتى التوبين ذي اللي جو لا حول ارشاد دنيا يا سمعت كلام المدير اللي داري تكفى لانه والله سامعين كلامك والله عليك بشركم طلع الموتر اللهم لك الحمد من الساعة 2 وحنا في محل الآن الساعة تخيل الساعة 7:43 دقيقة بالضبط وحنا في تغريزة راضيين بماتش مور يا جماعة الخير مشروع جميل جدا ما شاء الله تبارك الله طبعا قهوتنا اليوم من ماتش مور القهوة اللي تروق بك غصب ما شاء الله تبارك الله هذه قهوتنا تجي تاخذ قهوة وتمشي طبعا يا جماعة الخير القهوة هو الحلا طبعا حلاهم حلو بس العيال رفضوا يقولون ما نبغى حلا لأنك معنا يا ابوي فقلت صح عليكم قول يا راجل اللي مضرينا على التلة وهو موتر ما شاء الله تبارك الله